بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 98. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، يواصل الشيخ رحمه الله انتقاده لعلماء الكلام ويبين ما لديهم من شطحات، ومن هؤلاء واحد من كبار شخصياتهم له شهرته وهو أبو حامد الغزالي. يقول فيه الشيخ: وتجد أبا حامد الغزالي مع أن له من العلم بالفقه والتصوف والكلام والأصول وغير ذلك مع الزهد والعبادة وحسن القصد وتبحره في العلوم الإسلامية أكثر من أولئك، يعني الرازي وأشباهه. يقول: يذكر الغزالي في كتاب الأربعين ونحوه كتاب المظنون به على غير أهله، فإذا طلبت ذلك الكتاب واعتقدت فيه أسرار الحقائق وغاية المطالب وجدته قول الصابئة المتفلسفة بعينه، قد غيرت عباراتهم وترتيباتهم. ومن لم يعلم حقائق مقالات العباد ومقالات أهل الملل يعتقد أن ذلك هو السر الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وأنه هو الذي يطلع عليه المكاشفون الذين أدركوا الحقائق بنور إلهي. فإن أبا حامد كثيرا ما يحيل في كتبه على ذلك النور الإلهي، وعلى ما يعتقد أنه يوجد للصوفية والعباد برياضاتهم ودياناتهم من إدراك الحقائق وكشفها لهم حتى يرنوا بذلك إلى ما ورد به الشرع. وسبب ذلك أنه كان قد علم بذكائه وصدق طلبه ما في طريق المتكلمين والمتفلسفة من الاضطراب، وآتاه الله إيمانا مجملا كما أخبر به عن نفسه، وصار يتشوف إلى تفصيل الجملة، فيجد في كلام المشائخ والصوفية ما هو أقرب إلى الحق وأولى بالتحقيق من كلام الفلاسفة والمتكلمين. والأمر كما وجده، لكن لم يبلغه من الميراث النبوي الذي عند خاصة الأمة من العلوم والأحوال، وما وصل إليه السابقون الأولون من العلم والعبادة حتى نالوا من المكاشفات العلمية والمعاملات العبادية ما لم ينله أولئك. فصار يعتقد أن تفصيل تلك الجملة يحصل بمجرد تلك الطريق، حيث لم يكن عنده طريق غيرها لانسداد الطريقة الخاصة السنية النبوية عنه بما كان عنده من قلة العلم بها ومن الشبهات التي تقلدها عن المتفلسفة والمتكلمين حتى حالوا بينه وبين تلك الطريقة. طائفة من يرى فضيلته وديانته يدفعون وجود هذه الكتب عنه، حتى كان الفقيه أبو محمد ابن عبد السلام فيما علقه عنه ينكر أن يكون بداية الهداية من تصنيفه، ويقول إنما هو تقول عليه، مع أن هذه الكتب مقبولها أضعاف مردودها، والمردود منها أمور مجملة وليس فيها عقائد ولا أصول الدين. وأما المظنون به على غير أهله، قد كان طائفة أخرى من العلماء يكذبون ثبوته عنه، وأما أهل الخبرة بحاله فيعلمون أن هذا كله كلامه لعلمهم بمواد كلامه ومشابهة بعضه بعضا. ولكن كان هو وأمثاله كما قدمت مضطربين لا يثبتون على قول ثابت، لأن عندهم من الذكاء والطلب ما يتشوهون به إلى طريقة خاصة الخلق، ولم يقدر لهم سلوك طريق خاصة هذه الأمة الذين ورثوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم العلم والإيمان، وهم أهل حقائق الإيمان والقرآن، وأهل الفهم لكتاب الله والفهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الشيخ أبو عمر بن الصلاح يقول فيما رأيته بخطه: أبو حامد كثر القول فيه ومنه. فأما هذه الكتب، يعني المخالفة للحق من كتب الغزالي، فلا يلتفت إليها،
وأما الرجل فيسكت عنه ويفوض أمره إلى الله. انتهى كلام ابن الصلاح في الغزالي. ويقول الشيخ معلقا على ذلك: ومقصوده أنه لا يذكر بسوء، لأن عفو الله عن الناس والمخطي وتوبة المذنب تأتي على كل ذنب، وذلك من أقرب الأشياء إلى هذا وأمثاله، ولأن مغفرة الله بالحسنات منه ومن غيره وتكفيره الذنوب بالمصائب تأتي على محقق الذنوب، فلا يقدم الإنسان على انتفاء ذلك في حق معين إلا ببصيرة، لا سيما مع كثرة الإحسان والعلم الصحيح والعمل الصالح والقصد الحسن. وهو أي الغزالي يميل إلى الفلسفة، لكنه أظهرها في قالب التصوف والعبارات الإسلامية، ولهذا فقد رد عليه علماء المسلمين، حتى أخص أصحابه أبو بكر ابن العربي، فإنه قال: شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فلم يقدر. وقد حكي عنه من القول بمذاهب الباطنية ما يوجد تصديق ذلك في كتبه، ورد عليه أبو عبد الله المازري في كتاب أفرده، ورد عليه أبو بكر الطرطوشي، رد عليه أبو الحسن المرغناني رفيقه، رد عليه كلامه في مشكاة الأنوار ونحوه، ورد عليه الشيخ أبو البيان والشيخ أبو عمر بن الصلاح، وحذر من كلامه في ذلك هو وأبو زكريا النواوي وغيرهما، ورد عليه ابن عقيل وابن الجوزي وأبو محمد المقدسي وغيرهم. وهذا باب واسع، فإن الخارجين عن طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان لهم في كلام الرسول ثلاث طرق: طريقة التخيل وطريقة التأويل وطريقة التجهيل. فأهل التخيل هم الفلاسفة والباطنية الذين يقولون إنه خيل أشياء لا حقيقة لها في الباطن، وخاصية النبوة عندهم هي التخيل. وطريقة التأويل طريقة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم، يقولون إنما قاله له تأويلات تخالف ما دل عليه اللفظ وما يفهم منه، وكان مقصوده أن هذا يكون سببا للبحث بالعقل حتى يعلم الناس الحق بعقولهم ويجتهدوا في تأويل ألفاظه إلى ما يوافق قولهم ليثابوا على ذلك. وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل الذين يقولون إنهم أتباع السلف، يقولون لم يكن الرسول يعرف معنى ما أنزل عليه من هذه الآيات، ولا أصحابه يعلمون ذلك، ويقولون تجرى النصوص على ظاهرها وتأويلها لا يعلمه إلا الله. هذه الطوائف الثلاث التي ذكرها الشيخ هي أصول أهل الضلال قديما وحديثا، والتي ما زال المسلمون يعانون منها، ولكن بحمد الله قد كشفت مخططاتها وكشف عوارها، فلم يعد لأفكارها قبول إلا عند المفتونين. والحق واضح من كتاب الله وسنة رسوله ومنهج سلف هذه الأمة لمن أراده، ولكن الأمر يحتاج إلى انتباه ويقظة من علماء المسلمين، خصوصا في هذا الزمان الذي نشط فيه دعاة الباطل. وفق الله الجميع لمعرفة الحق والعمل به، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.